تعتمد مسارات التعافي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على إجراءات احتواء وباء الكورونا وتأمين فرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها، بالإضافة إلى توسيع المجال المتاح للسياسات الحكومية لدعم النمو الاحتوائي ومعالجة الآثار الاقتصادية العميقة من جراء الجائحة. هناك تفاوت كبير بين دول المنطقة في الحصول على اللقاح وخطط توزيعه، فدول مجلس التعاون الخليجي لديها أكثر البرامج تقدماً وتمتلك الموارد الكافية، وهي حصلت على اللقاحات من مجموعة من الشركات المنتجة. وبالمثل يحقق عدد قليل من البلدان الكبيرة كمصر والمغرب وباكستان تقدماً جيداً. ومن المرجح أيضاً أن تتمكن عدة دول في منطقة الكوكاز وآسيا الوسطى من توفير اللقاح لنسب كبيرة من سكانها، ولكنها تعتمد في ذلك على شركة أو شركتين فقط، مما قد يبطئ هذه العملية. في المقابل لابد من دعم الدول الهشة اقتصاديا وتلك المتأثرة بالصراعات لضمان المساواة في الحصول على اللقاح نظرا لقدرتها المحدودة في مجال الرعاية الصحية. ويعتمد عدد كبير من هذه البلدان على مبادرة كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وبالتالي يجب دعم هذه البلدان للحصول على اللقاح. توفر اللقاح سيكون له دور حاسم في التعافي، ولكن يمكن أن يؤدي إلى تفاوت الآفاق الاقتصادية المتوقعة لبلدان المنطقة. وإجمالاً بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتوقع الآن أن يتحسن النمو ليصل إلى 3.1% في العام 2021، بعد انكماش حاد بلغ 3.8% في العام الماضي. أما في دول القوقاز وآسيا الوسطى يتوقع أن يبلغ النمو 3.7% في العام 2021، بعد أن سجل معدلا سلبيا قدره 2.1% في العام 2020. أما البلدان التي طبقت إجراءات داعمة فعالة في أعقاب الجائحة من خلال إجراءات المالية العامة والسياسات النقدية ولديها حيز لدعم سياسات التعافي، فهي أفضل حالاً ولديها القدرة على الخروج من الأزمة بسرعة أكبر. بالإضافة إلى أولوية الحصول على اللقاح، هناك بلدان عديدة تواجه تحديات كبيرة على صعيد المالية العامة، حيث ارتفع مستوى الدين بمعدل 11 نقطة مئوية من الناتج المحلي في العام 2020. وبالتالي فإن الحيز المتاح للاستمرار في العجوزات دون التعرض لمخاطر كبيرة محدود جداً أو معدوم في معظم البلدان. لذا ينبغي على هذه البلدان أن تحدد أولويات الإنفاق لديها، والتي من شأنها أن تحقق المردود الاجتماعي والاقتصادي الأكبر، كالاستثمار في الشباب ورفع مهارات القوى العاملة، مع القيام أيضاً بوضع خطط مالية قابلة للتطبيق على المدى المتوسط تؤمن السيطرة على تنامي الدين وخلق حيز لتعزيز النمو المستدام والاحتوائي. وسيكون التعاون الإقليمي والدولي ضرورياً لتجنب استمرار التفاوت بين من هم قادرون على الحصول على اللقاح ومن لا يملكونه. لذا ينبغي تخفيف قيود التوزيع التي تعاني منها البلدان الفقيرة وزيادة تمويل مبادرة كوفاكس، بالإضافة إلى إعادة توزيع الجرعات الفائضة على البلدان الأكثر احتياجاً، ولا سيما الدول الهشة اقتصادياً وتلك المتأثرة بالصراعات، حيث يترسخ التعافي في كل أنحاء المنطقة. وفي الوقت نفسه ينبغي تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير البرامج الاجتماعية التي تساهم في تحقيق مستوى أفضل من المساواة. وأخيرا يجب على البلدان أن لا تخفل عن الحاجة لبناء اقتصادات رقمية أكثر حداثة وصديقة للبيئة تؤمن نموا وعدالة في المستقبل، مما سيساعد على تسريع التعافي وتقويته.